اهلا فيكم بحلقه جديده من انبوكس، يوم جديد وفقرات متنوعه. بس اكيد قبل ما نبتدي هرحب بالشباب اللي معايا في الاستوديو. هلو، هاي، ازيك يا هيا؟ عامله ايه؟ يا اخبارك؟ الحمد لله. وانت هاي كوكي؟ ازيك عامله ايه هيا؟ ليه كده؟ ليه؟ لا ما برتاحش للهدوء. لا عاجبكم هادي ولا عاجبكم مش هادي؟ ما برتاحش لهدوءك. يا في صفقه دايره صح كده؟ يا في صفقه دايره يا في صفقه دايره. الواحد بيبقى مشغول والله يا شباب، بس لازم ابقى مشغول والله بجمالكم وحلاوتكم يا سيدي. شايفكم النهارده ايه الشياكه دي؟ لازم يعني مش عارفه ابص فين، هنا ولا هنا؟ نحاول. لازم. لا احمد صارق، لا بالظبط معاكم المحاوله ابدا. يعني الحمد لله يا رب تكونوا كده كلكم بخير والساده المشاهدين بخير. نبدا بقى، يلا بينا. اخر فقراتنا النهارده كده هيكون معانا فقره فنيه، يكون معانا السيناريست والمخرج محمود زهران. محمود ممكن يكون من الشباب اللي فعلا مجتهد جدا وليه اعمال كتير شارك فيها كمساعد اخراج، واخر اعماله فيلم قمر 14 طبعا بطوله النجم الكبير خالد النبوي وكوكبه كبيره من النجوم، وشارك في العمل ده كمؤلف. هيكون معانا في اخر فقراتنا النهارده، خليكم معانا. كمان هيكون معانا كمان 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 ومش بس كده. هيكون معانا في الفقرة اللي قبل فقرة الضيف هنتكلم معاكو عن الكراكيب. النهاردة اليوم العالمي للتخلص من الكراكيب، فهل بقى عندكم في البيت في كراكيب؟ احنا عارفين مثلا بيوتنا المصرية ما شاء الله احنا احسن ناس بنحب الكراكيب. يعني دايما كده، يعني احنا عندنا في البيت مثلا هي كراكيب واحنا جينا عليها. فاهم؟ تحس كده، تحس ان الكراكيب دي اتخلقت مع الناس مثلا. صح. في بداية الموضوع بعد الديناصورات كده كان في كراكيب ونزلت البشرية. فهنشوف ازاي بتتخلصوا من الكراكيب بتاعتكم، وهل فعلا عادي اتعودنا على الكراكيب في بيوتنا ولا لا. طيب اما الفقره الثانيه فهنتكلم معاكم عن موضوع لذيذ. معانا دراسه بتتكلم عن الحب من اول نظره، فهنستنى كمان مداخلاتكم واتصالاتكم علشان نعرف هل انتم من الناس اللي بتامنوا بالحب من اول نظره، او لو انحطيتوا في موقف من قبل وحبيتوا من اول نظره. هنستنى اتصالاتكم ومداخلاتكم، خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مبسوط عن بسم الله الرحمن الرحيم كده. النهارده جمعه ما بخرجش. جمعه مبارك ان شاء الله كده. مبسوطة على الفقرة دي. ايوه ان شاء الله خير كده باذن الله. هي هي اول ما بتلاقي الموضوع فيه حب وفيه رومانسيه تلاقيها كده بقت ايوه بالظبط. انا اتوترت، انا عشان كده قلت بسم الله الرحمن الرحيم. اتوترت قالت لا حب من اول نظره، لا ده يبقى فيه كلام تاني. مفيش بقى مفيش احلى من الحب. طبعا طبعا في احلى من الحب. الاكل. هتغني للحب؟ ما انت بتحب الاكل. يعني حب. ايوه حب الاكل. دي مش اجابتك المتوقعه. انت المفروض كنت تقول الصفقات. جعان جعان دلوقتي. صفقات. صفقات او الاكل وبالصفقات، يعني ده من مطعم مثلا. ايوه فبقى منه صفقات. الميتنج اللي هو بيبقى فيه اكل برضه. ايوه بالظبط، اللي هو هتلاقي حاجات جايه كده صغيره تقعد تنقلها. أيوة انت ما بتشبعش، انت بتجزع. انا عارف الموضوع ده. طيب خلينا كده نبدا معانا بقى معاكم ومع حضراتكم النهارده كده الحلقه. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا فنانين شباب كتير جدا، ممكن يكون كمان الاتجاهات كتير مع الدوله من خلال التطوير والاهتمام كمان بالسياحه، وكمان الترقب كده ان شاء الله الافتتاح المتحف المصري الكبير ان شاء الله. يعني ان شاء الله يكون في خلال ايام يكون افتتاحه يعني قريب. من خلال الحاجات دي طبعا كل الطلبه اللي في فنون تطبيقيه ممكن يكون الاهتمام والاتجاه اتغير مع مرور الوقت. وزي ما انا قلت في البدايه كده الفقره ان في اهتمامات كبيره جدا من الدوله بالتنشيط السياحه، وقد ايه ان احنا كمان نقدر نبين الاثار بصوره فعلا اللي هي تستحقها، ونعبر ازاي عن تاريخنا بصوره منتظمه جدا. يعني بصراحه من ضمن الطلبه الاء احمد فكرت ان هي تعمل ملابس عصريه. الملابس دي بتدل على المكان اللي ممكن يكون السائح رايح له من خلال باركود. كل طبعا التفاصيل دي هنعرفها اكتر من الاء كمان شويه. هلا كمان الاء صارت معانا على التليفون. الو الاء. الو ازيك يا الاء؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت اول حاجه بنحب نقول لك مبروك على المشروع الرائع اللي عملتيه. الله يبارك فيكي. شكرا. سلام. الاء بس ممكن تقولي لنا على السريع كده ايه هو المشروع بالظبط، وهل هو كان مشروع تخرج؟ هو كان مشروع تخرجي، والمفروض ان هو مطلوب مننا نعمل براند معين، عن يكون في فكره معينه واحنا نحاول نشرح الفكره دي باللبس. فانا عملت البراند ده عن الحضاره الفرعونيه. عملت فستان، هو المفروض انا عامله براند كامل يعني كذا ديزاين، بس اخترنا منه واحد بس ننفذه.
هو مستوحى من الحضارة الفرعونية، يعني مطبوع عليه ظاهرة اللوتس وتطريز الحروف الهيروغليفية، ومطبوع على الكم بتاعه باركود. الباركود ده بقى للسياح بيساعدهم على كذا حاجة، عشان موجود فيه يعني حاجتين اتنين يقدر السياح يدخلوا عليهم عشان يستفيدوا بيه. طيب. أول حاجة ألاء سمعني؟ أو سمعك. طيب قولي لي الاء، انت دلوقتي بتقولي ان البراند اللي انت عملتيه ده كان حاجه فرعونيه، ان هو هيبقى لبس فرعوني او ما شابه ذلك، وهيبقى موجود عليه باركود للمكان. يعني ايه باركود للمكان؟ هو مش باركود لمكان واحد، هو باركود موجود على الكم بتاع الفستان. اوكي. ده بقى يقدر السائح من خلاله، ان هو بيبقى فيه ابلكيشن معين، السائح ده بيدخل من خلال الابلكيشن يعمل سكان للكود ده، فبيدخل بقى على الداتا اللي احنا مدخلينها على الكود. الداتا دي عباره عن ايه؟ حاطين كل المعلومات عن المكان اللي هم فيه. يعني انا حاطه حاجتين اتنين، اول حاجه الاماكن السياحيه اللي موجوده في مصر. أوكي. معلومات عن الاماكن السياحيه بقى، عن المتاحف، عن المساجد، عن اي اماكن اثريه، زي اسمها، عنوانها، تذكره الدخول بكام، صور ليها مثلا، ايه هي الاثار اللي بتضمها. تاني حاجه معلومات عن 22 موميا اللي تم نقلهم لمتحف الحضاره، طبعا بعد موكب المومياوات اللي ابهر العالم كله. فاستفدت من النقطه دي ان انا اعمل الداتا عن 22 موميا، عشان طبعا ناس كتير هتحب انها تروح تشوفها. فالمومياوات دي بقى موجود، حياه الملوك كانت عامله ازاي، ماتوا ازاي، ايه الحروب اللي خاضوها، وعاشوا قد ايه مثلا. كل المعلومات عن الحاجات دي. طيب الاء، خليني برضو اعرف منك، انت دلوقتي في سنه رابعه فنون تطبيقيه مظبوط؟ خلصت خمسه خلاص. خلاص يعني انت خلاص كده. طب الف مبروك اول. شكرا. طيب بصي، خليني برضو اعرف منك، هل دلوقتي الموضوع ده هيتم تطبيقه، ولا ايه اللي ناقص فيه، او ايه الاجراءات اللي ممكن تتاخد في الايام اللي جايه ان شاء الله؟ الاجراءات اللي ممكن تتاخد ان انا بقى يعني اخد دعم مثلا من وزاره السياحه، او اتفق معهم ان انا ده يتطبع على ارض الواقع. تمام. لان البراند المفروض ان هو دلوقتي جاهز، وممكن كمان يتطور، يعني ممكن نطور الابلكيشن نفسه، ان احنا نعمل فيه كذا حاجه، يعتبر مثلا يبقى بنك معلومات للسياح، عشان يبقى فيه الاماكن السياحيه في مصر كلها، ونحط فيه داتا زياده، وطبعا موجود بكذا لغه عشان كل السياح يقدروا يدخلوا عليه. ايوه مظبوط. وممكن نربطه مثلا باللوكيشن بتاع الاماكن السياحيه، ممكن نعمل عليه حجز بالتعاون مع وزاره السياحه، ان هم يحجزوا، ان هم يدخلوا المكان، التذاكر تبقى من عليه، كل ده يبقى من خلال الباركود اللي موجود، صح كده؟ حلو قوي. طيب الاء سوري، الاء الملابس دول بيصلحوا مثلا للستات ولا للرجاله؟ هو دلوقتي اللي عملناه في المشروع كان للستات بس، بس انا بشتغل بقى على انه يبقى للرجاله، طبعا موجود للاثنين، وبنشتغل في الكليه طبعا على السيدات والرجال يعني، بس اللي نفذته كان سيدات بس، عشان احنا بنفكر يعني بتفكري تعملي حاجه تظبط على الاثنين؟ طبعا. اوكي. طيب الاقي الفكره طبعا عظيمه جدا جدا، يعني ان السائح هيبقى معاه باركود للمكان اللي هو فيه، وده كمان ممكن يتطور زي ما انت بتقولي، ما يكونش بس مكان واحد، او ما يكونش عن حاجه واحده، ويكون في معلومات كتيره، وممكن كمان السائح يستخدمها زي مثلا دي الاي دي بتاعته، وممكن يبقى فيها زي جي بي اس، ممكن يساعده انه يعمل برنامج سياحي مثلا، يعرف هيروح فين وهياخد وقت قد ايه في المكان ده، ممكن يستخدمه، يبقى معاه بشكل دائم طبعا، لو مش معاه مرشد سياحي هيقدر يستفيد بيه، انه يعرف المعلومات عن الاثار اللي موجوده قدامه. طيب ده بالنسبه للباركود، قولي لي النسب والماتيريال اللي انت استخدمتيها في الملابس كانت عباره عن ايه؟ كانت حاجه معينه مصريه مثلا، ولا كانت حاجه عاديه؟ كانت حاجه مصريه طبعا، وكل يعني انا اللي نفذها كلها، بس كانت لازم استخدم فيها حاجات خاصه بالحاجات الفرعونيه، يعني مثلا الدرس كله كان ابيض، كان فيه بس الطباعه هي اللي ملونه بظهره اللوتس، بس الدرس كان ابيض، لان معظم النقوش الفرعونيه اللي بنشوفها في المعابد او على الاثار او كده بتبقى لونها ابيض، فاستوحيتها من هنا. نحن على الشاشه اصلا معانا الصور تبعون الفساتين، صراحه ديزاين حلو. وده انت يا الاء صح؟ لا، ده الموديل، هي يعني جايبه موديل متصوره بالفستان، مش انا بقى المصوره دي. حلو قوي. تمام. طيب. نحن شايفين، لا حلو قوي، وحلو كيف عملتي يعني مدخله النقشات الفرعونيه، بس بنفس الوقت مايله للحته السيمبل. ايوه، وعشان يبقى مش حاجه فرعونيه ان هي تبقى زي تحفه او انتيكه بس هنعلقها في البيت، لا، ممكن يتلبس في كذا مناسبه، وحاجه مودرن. طيب. يعني لا، والحلو كمان انه رحتي للحاجه سيمبل، لانه الاجانب ما بتحبش الحاجات اللي معجقه. أيوة. يعني طب لا، خليني برضو اعرف منك، انت ازاي هنا من خلال، انت قلتي ممكن يكون في تعاون بينك وبين وزاره السياحه طبعا ان شاء الله. عايز اعرف برضو انت شايفه ايه الخطه اللي ممكن تقدري توصلي بيها للسائح اللي جاي، ان هو يقدر يختار مثلا لبس والمناطق اللي هو حابب يزورها،
ده سؤال. السؤال الثاني، هل الابلكيشن ده يبقى فيه كل اللغات؟ يعني هتبقى الاوبشنز موجوده جواه، او يعني هو انا عارف انه باركود بيفتح ابلكيشن او بيفتح ويب سايت، هل هتبقى كل اللغات متوفره ولا ده لسه بيكون في تحديث؟ ايوه متوفر دلوقتي اصلا، هو دلوقتي متوفر بثلاث لغات، عربي وانجليش وفرنساوي. طبعًا. هو الابلكيشن بيتفتح، السائح بقى بيختار اللغه اللي هو عايزها الاول، وبعد كده بيدخله بقى بالداتا اللي موجوده كلها باللغه اللي هو عايزها. حلو. فطبعا يعني ممكن يتطور ويبقى في كذا لغه تانية. تمام. يعني يعني هيبقى في لغات تانية صح، بعيدا عن الانجليش والعربي، يعني مثلا ممكن الروس، الالمان، الروسي. أيوة. الماني، ده كله. أيوة. جاي ازاي اللبس هيوصل للسائح؟ هل من خلال المنظمين مثلا او الرحلات اللي جايه، ولا انت شايفه ايه؟ من خلال من خلال ان احنا نعمل براند هنا بقى، يبقى الستور مثلا فيه كل الحاجات السياحيه ويتباع فيه اللبس ده، هيبقى بقى كذا كذا طبعا موديل وكذا ستايل، لان انا عامله كذا حاجه اصلا بس متنفذ حاجه واحده بس هو اللي في الستور ده. تمام. فكله بقى لما يتنفذ هيبقى فيه كذا حاجه، حاجات كاجوال، حاجات عليها نقوش مختلفه، حاجات بطبعات مختلفه، وكلها حاجات فرعونيه. انا عاجبني قوي بقى الاء التفكير بتاع البيزنس ده. يعني لما نروح بقى للبيزنس بقى وهنفتح نخصص صفقات قد الدنيا، نفتح بقى شركات ومحلات ان شاء الله. ابو يعني خديني كده، انا معايا كام الف كده ممكن اساعد. انا هبدا اخدك ورايا على طول. طيب قولي لي الاء دلوقتي، لو مثلا ايه اللي الهمك لللبس ده او التراث ده من اللبس او الموديل ده عموما؟ اول حاجه، واحنا ممكن يعني في المشاريع عندنا ممكن نعمل اللبس مش لازم يبقى فيه حاجه سمارت او ندخل فيه تكنولوجيا او اي حاجه. فانا كنت عايزه اعمل حاجه سياحيه، يعني حاجه تفيد مصر وحاجه تفيدنا انا في الكليه، وحاجه بعد موقف المومياوات طبعا ما شفته، فهو اللي الهمني اكتر ان انا اعمل حاجه سياحيه. فعملت، فكنت استخدم الحضارات الفرعونيه الاول، وبعد كده جه في دماغي ان انا ادخل التكنولوجيا، لان التكنولوجيا ساعات بتدخل في الملابس بس اكتر بيبقى في مجال الطب، عشان تقيس النبض، علشان درجه الحراره، عشان الحاجات دي. فانا حبيت ان انا ادخلها بقى في تبقى حاجه يعني تكنولوجيا وسياحه مع بعض، واربط بقى الفاشن بالسياحه بالتكنولوجيا في الحاجات الحلوه. حلو قوي. لسه اسمعي، لسه احنا لازم دايما نسال اي فنان بيسالوه سؤال معين، لا لازم تحددي لنا ايه مصدر الهامك. ان الحضاره الفرعونيه دي حاجه ما بتنتهيش، مهما خدنا منها لبس، ومهما خدنا منها تحف، ومهما خدنا منها اي حاجه، هي حاجه مبهره وهنفضل ناخد منها طول عمرنا، ومش حاجه هتنتهي، هنفضل ناخد منها وهتفضل تلهمنا على طول. شكرا ليكي يا الاء، يعني نتمنى لك كل توفيق، فكرتك عظيمه جدا وفعلا هتكون ان شاء الله مؤثره بشكل ايجابي، وان شاء الله يكون كمان تنال الترحيب من وزاره السياحه ومن من الدولة. شكرا ليك. بصوا انا عاجبني الموضوع من ناحية الاء بحاجة بسيطة جدا، ان احنا دلوقتي زي ما احنا عارفين ممكن تكون الدولة ماشية في اتجاه التطوير في كل شيء، لكن ان عاجبني ان هي يعني خدت لاين معين محدش فكر فيه، وكمان بتخاطب العقلية بتاعت السائح اللي جاي، فهو دايما عندهم حتة التكنولوجيا، هم بيتعاملوا في كل حاجة من خلال الباركود ده، بقاله سنين بيتعاملوا بيه، فاللي هي هتسهل عليه كمان، ما يضحكش عليه بسهوله، يبقى عارف اماكن الحاجه فين. فدي فكره عظيمه جدا، وانا متاكد ان احنا دلوقتي شايفين دور الشباب كبير جدا في الدوله كمان، وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيرحب جدا بمجهودات الشباب، ويمكن منتدى شباب العالم اصلا بنعمله بقالنا سنين علشان دور الشباب فعلا يكون مؤثر. ففعلا يا لا انت واللي زيك يعني ربنا يخليكم لمصر، وان شاء الله تكونوا دايما قادرين تعملوا حاجه تفيد البلد. مبدعين يا اخي، مبدعين والله. خلصتوا؟ مبدعين. عايز تقولي حاجه؟ عايز تقولي ايه؟ هتبتدي الفقره الثانيه؟ لا هتبتدي بعد ما نطلع فاصل ان شاء الله. دلوقتي خلصت الفقره الاولى، خلينا نطلع فاصل ونرجع عشان هيا تقول لنا، تكلمنا بقى في الفقره الثانيه اللي هو ان الرجاله بتنخدع بالحب من اول نظره. نقعد في الكنترول بقى ونتفرج على حاجه. ماشي يلا بينا. اتفضل. طيب يا جماعة، احنا جينا معاكم كده لفقرة يعني الحمد لله، الحمد لله ان احنا ممكن نلاقي الراجل يا عيني غلبان فيها، والحمد لله ما فيش هجوم على الراجل فيها، مع ان انا واثق ان في حد هيطلع في النص كده ويتكلم يقول لا اهو شفتوا ماشيين بتحبوا على نفسكم. فانتوا كده ممكن تكونوا افتكرتوا، لو انتم متابعينا من اول الحلقة احنا هنتكلم عن ايه.
في دراسة بتقول ان إيه الراجل دي؟ ان الراجل ايه الالغاز دي؟ صبر ليه اتكلم يا خليه اتكلم اتفضل. ايوه شكرا شكرا استاذ احمد. ان الراجل ممكن يقع في حب المرأة اسرع من المرأة من اول نظرة. وطبعا الدراسة دي اتعملت على 400 شخص طبعا مقسومين بين ولاد وبنات، واتضح ان الراجل لما بيشوف صورة زي ما بنقول كده هيزي او ضبابية مش واضحة وتيجي توري له الصورة الواضحة بيعرف على طول الصورة يقدر يعمل لها تطابق سريع. ممكن يكون الدراسة يعني حد يقول لا عادي يعني، ما هو ممكن بس علشان عارف ان هو هيعمل له دلوقتي اختبار او حاجة عن الدراسة، فلا يعني الراجل يعني مثلا اتظلم، بس ده مش ظلم للراجل، ده بيدل ان الراجل فعلا حساس كده، ولما بيكون مهتم بحاجة فعلا بيكون فعلا يستحق حاجه زي دي. لا هو يا شيف برضو كمان يعني أيوه. تعقيبا على كلام حضرتك يا استاذ أيوه. شريف، ان فعلا الراجل مش عايزين نقول ايه ان هو بيبقى متسرع في 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 حبه او الموضوع الحب من اول نظره بتبقى عند الراجل اسرع من الست، لكن هو طبعا بينبهر بالفوم ها يا استاذ شريف. صح بينبهر بينبهر أيوة. باللي هو ايه يا ده انا هحب دي أيوة هي دي اللي انا احبها. واول طبعا ما انت زي ما انت قلت كده اول ما بيتفاجئ بقى بالموضوع ويلاقي اللعبكه جوه بعد خلاص ايوه بالظبط. ولا انت رايك ايه يا استاذ شريف؟ بص انا رايي بقى يا احمد في الموضوع ده ايه يا استاذ احمد، الموضوع كله ماشي ان في الاول او في الاخر ان الراجل فعلا بيتشد الاول مره، يعني هي دي فعلا بياخد الانطباع ان هو ممكن يكون أيوة. منجذب جدا للبنت اول الست. من ناحيه تانية لا الست اول بنت تقول لا انا مش هيلفت نظري مثلا الراجل بشكله، مع ان ممكن بعد الارتباط يقول لك بص شكلك بقى عامل ازاي وتنسى بقى مجهوداتك والشقه اللي انت بتشقاه كله ومثلا وانك مثلا بتحاول تدفع اقساط او بتحاول تعمل حاجات كتير. واحنا هنا مش بقسم بين دور الراجل ودور الست، انا بتكلم على الدراسه. ولا انت يا استاذ احمد رايك ايه؟ والله لو سمحت استاذ المخرج ممكن اتكلم ممكن بس تقول لهم اي حاجه يعني بس خلاص استاذ كريم خلينا نتكلم ولا خلي استاذ إيه شريف يتكلم؟ كان املي فيك يا مخرج، كان املي فيك يا استاذ كريم. إيه دي مش اوامر عليا؟ طلعتوا كلكم زي بعض شفتوا؟ طيب خلصتم كده اتكلم؟ استاذ احمد حضرتك كنت هقول حاجه دلوقتي ولا خلاص؟ خليها تتكلم بقى عشان ما تكلمنيش هتزعل وتقطع النور هيقطع النور هيقطع زي ما قالوا. اتفضل. شكرا لك استاذ المخرج شكرا. قولي استاذه كمان يعني رفع من امتي شفتي؟ طيب هو الموضوع بسيط، هو دراسه اتعملت بس مش عارفه هم لفوا معاكم لفوا. هي دراسه اتعملت قالت انه الرجاله ممكن يوقعوا في الحب من اول نظره اكتر من الستات. هي دي ليه؟ علشان الرجاله بس فارق معاهم الشكل، اول ما يشوفوا واحده حلوه هينغرموا فيها وخلاص. والله ايوه الست ما بتنعجبش في الشكل، لا بتدور على الشخصيه، بتدور على واحد لا هي ايوه اصل يعني شفت يا هاي لما هنيجي نتكلم خلاص هي ايه قالت الدراسه لكن ما قالتش اللي بيحصل على ارض الواقع. مفيش ولو جيت سالت هاي نفسها ايه اللي بيحصل على ارض الواقع هتقول عكس الدراسه خالص بقى. بالظبط ايه اللي بيحصل على ارض الواقع يا هاي؟ ايوه انا بحب من اول نظره اهو يا جماعه يعني شهدت هي شهاده على الموضوع. بس خليني برضو اقول لكم يعني هنا هو انت بقى لسه هتكلم؟ ايوه انا عايز اقول لك حاجه، ما انا جاي لك السؤال، انا جاي لك في السؤال، انا احنا هنوجه لك دلوقتي سؤال وانت قاعده في النص بقى يعني هتاخدي بقى اسئله للصبح. دلوقتي زي ما احمد قال انت شايفه فعلا على ارض الواقع الكلام ده بيحصل ان الراجل بيهتم بالمظهر لاول من اول نظره ولا الست اكتر؟ مع العلم ان انا شايف ان ده طبيعي في البني ادم اول نظره دي تلفت بس طبعا. مش شرط يبقى حب ممكن يبقى اكيد إعجاب. هي يعني ما انت كيف يعني ما في شيء اسمه حب من اول نظره، في شيء اسمه اعجاب من اول نظره. لو يعني انت بتكون انعجبت مثلا بالشكل الخارجي بالشياكه باللبس مش بالشخصيه، انت لسه ما عرفتش الشخصيه. لا طب ما هقول لك على طب انا هقول لك على حاجه هي هقول لك على حاجه. انا شايف ان الدراسه دي المفروض تكون بالعكس، لان فعلا انا شايف ان الراجل ممكن ما يحبش من اول نظره، ممكن يعجب من اول نظره، لكن اللي بتحب من اول نظره هي فعلا الست. ممكن تقعد مع راجل اول مره نص ساعه تطلع اللي هو ايه شفت لبسه شفت طريقه كلامه يا نهار ابيض شفت البرفيوم شفت الساعه شفت الشوز شفت تقعد بقى تحكي شفت العربيه نص ساعه شفت العربيه يعني فاهم مثلا ننجز ما هو ننجز وبعدين إيه؟ هتقعد بقى هتقعد تنجز خلاص بتنجزوا يعني ايوه والله ايوه هو ده اسمه ايه يعني ما هو ده الحب من اول نظره لا انتوا لا ده قعدت معاه نص ساعه اي اول نظره
نص ساعة ماشي. بتقول طيب يا هاي بص انا هقول لك حاجه، الاول نظره اللي هو حصل معايا اول حب في حياتي. ماشي حاضر. هنرجع للموضوع ده، بس خلينا ناخد كده راي يمنى معانا على التليفون. يا يمنى ازيك؟ ازيك يا شريف؟ عامله ايه؟ يا خرابي يا يمنى، الحمد لله. يا خرابي يا يمنى، عامله ايه يا شريف؟ استنى يا عم، بتحب من اول مكالمه ولا استنى بس، خدها في صفنا، انت مش فاهم. عارف ماشي، اصل شايف الدخله يا شريف، شايف الدخله يا ابني. انت بقى لنا 10 7 8 شهور مش كده؟ ماشي. ازيك يا يمنى؟ عم نعيد تاني. ازيك يا يمنى؟ عامله ايه؟ ازيك يا فتيم؟ ازيك يمنى؟ انت اسمك حلو. طب ممكن نكلم هيا؟ مش لازم خطيب عارفه بدون هيا من الاول كده. اتفضلي يا يمنى. شفت البنات بيحنوا على بعض كده؟ عامله ايه؟ الحمد لله. هيا يمنى، ايه رايك في الموضوع ده؟ والله يعني انا بيوقعوا بالحب من اول نظره اكتر. انا زيك، ممكن ممكن مش في كل الاحوال، بس ممكن ممكن تحصل يعني. وبعد بقى ايه، بس انا اظن غير، انا بحس ان الرجاله ممكن يحبوا من اول نظره، بس ايه يقعدوا بقى يبرروا مثلا لو لقوا بعد شويه ان البنت مثلا مختلفه معاهم في حاجه، فممكن يقعدوا يبرروا يقولوا لا بس يمكن مش قصدها، يمكن مش عارف ايه. لكن انا بقعد احلل بقى واقول لا ايوه طيبين صح في الحكايه دي، بحس ان وبيضحك علينا بسرعه ويعني، وكان الله في العون. قول. ايوه قول يا شريف. بيضحك عليكم ممكن بدا. ايوه فعلا بيضحك عليكم بسرعه، دي حاجه ما مش عارفه كويسه ولا وحشه، بس بيضحك عليكم بسرعه. كلمه بسرعه قوي قوي قوي. بص يا يمنى، انا هقول لك حاجه، استاذ احمد الخطيب عليكي، استاذ احمد الخطيب هيبقى مبسوط بيها قوي. احنا دايما قلبنا جديد نوري. ايوه. ايه رايك؟ انا تمام كده، انا ماشي تمام على اسم اغنيه. طب يمنى، عايز اقول لك على حاجه، عايز اسالك سؤال. انت دلوقتي كده وانت بتحب، هتحب من اول نظره، ايه هي الملامح بتاعه الحب من اول نظره دي؟ بتقعد بقى يعني عايز تفهم معاك انت وقعتي ولا افتكرت حاجه؟ انت وقعتي؟ لا لسه ماسكه تليفونك وقاعده مكانك. بس والنبي جاوبينا بس بالراحه عشان نقدر نسمع، عشان نقدر نسمع. انا بحس ان انا ببقى عايزه بقى اعرفه اكتر، بحس ان انا عايزه اقابله اكتر. أيوة. بحس ان انا عايزه ابان بقى شكلي حلو على طول، ببقى عايزه مثلا اعرف ايه اقرب مثلا مناسبه اقابل فيها يعني. بتختلف، لا بيبقى احساس مختلف، وبيبقى بتتصرف بشكل مختلف عن غير طبيعتك يعني. وكل مره طيب. بتشوفيه بيصير عندك فراشات؟ لا بعد شويه بقى لا بعد شويه بحاول احلل بقى، فغالبا بعرفه على حياته. طب يا يمنى، بس اني فكرت في الموضوع صار عندي فراشات في بطني. شفت يا يمنى، يعني هي اصلا ضد الدراسه وبتهاجمنا، وفي الاخر مش عارفه اصلا تسيطر على الموضوع. طب يا يمنى، خليني برضو يعني اعرف منك، انت دلوقتي احنا الدراسه بتقول الراجل هو اول ما بيشوف بيقع في الحب، يعني لو واحده عجبته ممكن يحبها على طول من اول نظره. هل انت شايفه ان ده فعلا موجود في الرجاله اكتر، ولا ده حسب الشخص، ولا انت شايفه ايه؟ شايفه الدراسه دي تقدري تقيميها لغايه فين؟ طبعا حسب الشخص بقى كده يعني، انا ما اقدرش احدد ده قوي، لان بحس ان الراجل كمان هو رغم ان هو ممكن يكون بيقع من اول نظره، بس هو كتوم شويه ممكن ما يقولش ده يعني، اظن يعني ده ظني يعني. كسول شويه ان هو يعبر، يعني يعبر عن كتوم. كتوم يعني ممكن ما يعبرش، ممكن يبقى ده احساس جواه بس هو ما يقولش عليه يعني. ايوه. طب عمرك حبيتي من اول نظره؟ طبعا، ما انا بقول لك ده بيحصل. ايوه ده اكيد. دي ولا مش في علاقه يعني؟ ده ايه ده بيحصل ده؟ لا لا لا، مش علاقه، لا بيبقى زي ما انا بقول لك، بيبقى حب من النظره الاولى، وبتحسي ان انت عايزه تعرفي اكتر الشخص دوت، وان انت تقولي الله خلاص شخص كويس، شخص مش عارف ايه. بس بعد كده بقى بتعرفي على حقيقته بقى، بتقعدي تحللي. ما دي ده الاختلاف اللي انا شايفاه مع الست، ان الست بتقعد تحلل بعدها يعني. مثلا ممكن يكون بيعجبها حد، بس بتقعد تحلل بقى تصرفاته، بتقعد تحلل شخصيته، ما بتسيبش نفسها تحب على طول. طيب يعني انت شايفه ان ده شخصيات اكتر في البنات، ولا خلاص هو الاجماع ان كل الستات لازم بتعمل تحليل اللي قدامها؟ تتأنى. الست كائن، بحس ان هو كائن ضعيف شويه، وكائن بيخاف، ضعيف، بيحاول ان هو يحسس يعني ايه قبل ما يعمل اي يمنى. حاجه. يمنى كنت ماشيه كويس يا يمنى. يمنى اوعي تفتكري صوتك الرقيق في التليفون هيثبت كلامك ان الست كائن ضعيف. لا لا لا، دي حقيقه. الست ما بتبقاش عايزه يعني تنجرح بقى. الست لما الست مش ضعيف، بس ايوه صح، يعني مش عايزه تنجرح. انا قصدي ان هي ست مش عايزه تنجرح مشاعرها، في مشاعرها، فبتحاول ان هي ايه تاخد بالها قوي يعني، تاخد بالها قوي قبل ما تدي مشاعرها دي لحد. ما من كتر ما يا حرام حصل لنا. صحيح والله، ناخد بالنا. صحيح بالظبط، وسقنا فيهم، دخلنا في الحيط. ميرسي ليك يا يمنى والله. وقابلك ان شاء الله بعد الحب من اول نظره بقى، هنشوف رايك ايه.
طيب اوكي ميرسي ليك يا يمنى. وننزل انا اغنيه دايما دموع للاستاذه هيا. قالت لك فراشات، حاسين بفراشات. ايوه لا دلوقتي في دموع من كتر اللي حصل لنا، بس عشان ما جتش من امبارح حسب فراشات. عشان ايه؟ ما كلتش من امبارح. طب قولي لي يا هيا، قولي لي يا هيا، بما انك يعني كده حبيبه من النظره الاولى على طول، امتى بترجعي في رايك ان انت حبيتي الشخص ده من النظره الاولى؟ يعني مثلا انا حبيته النهارده حب من النظره الاولى، فامتى بقى هغير رايي ده؟ لما اتعرف عليه واشوف مثلا انه انا وهو مفيش تفاهم بيننا، شخصيته مش حلوه، طريقه تفكيره غير عن طريقه تفكيري، اكيد هروح هزيع. امال فين فين الحب اللي كان؟ لا الحب من اول نظره خالص، في احساس يعني مش عارفه اشرح لك. طيب. يا عم عمرك حبيت من اول نظره؟ خليني اقول لكم، هو ممكن يكون تصنيف الحب درجات. في يا حلو انت بتاع تصنيف الحب درجات، يا حلو انت حلو. في شخص يعني في حد ممكن يقول لك انا حبيتها جدا. معنى كلمه حب هنا مش شرط لو احبها خلاص مش قادر اعيش من غيرها، او حب الجواز او الارتباط. ده شايف يسمي ده اعجاب؟ معلش ما انا جاي لك في الكلام، ما هو ده اللي انا كنت هشرحه. في ناس خلاص بتقول انا حاببها، انا حبيبها جدا، هي يعني عيني عاجباه جدا التفاصيل او اي حاجه، بس محتاجه ان انا اعرفها اكتر. هنا بيبتدي تتحدد. ده في الاول ده كان حب زي ما احنا قلنا كده، اللي هو ايه، حب من اول نظره، ده اتحرف ان هو بقى ثابت زيه زي الحب اللي بيجي بالعشره وبيجي بالتفاهم وبيجي ان يكون في فعلا ترابط افكار وحاجات زي كده. فده الاختلاف. فممكن مع مرور الوقت خلاص بقى ده الستاندرد والناس ماشيه عليه، ان في كلمه حب من اول نظره، بس هو فعلا ممكن يسمى بالاعجاب، هتبقى اجمل يعني واحسن. صح. انا كمان حكينا في الموضوع ده بحلقه من قبل بانبوكس كمان، برضو كنا عم نتكلم على الموضوع ده. مفيش حاجه اسمها حب من اول نظره، في حاجه اسمها اعجاب من اول نظره. صح. لانه مش والحب او الاعجاب ده مش هيكون للانسان لشخصيته، هيكون على شكله الخارجي، على مظهره. فانت لما تتعرف على مظهر الانسان شو بك؟ لا ده هو مستني حضرتك، مستني بس تخلصي عشان يتكلم معانا. ايه من اسيوط؟ خلص ناخدها. ازيك يا ايه؟ شفت انا عملت ايه عشان ناخد التليفون بتاعك يا ايه؟ ازيك يا احمد؟ ازيك يا شيرين؟ ازيك يا هايا؟ بص بقى اللجنه الاسيوطي الحلوه بقى. الصعايده بقى عامله ايه؟ والله في نعمه. انت عامله ايه؟ انا كله فل والله. يا رب دايما وعليك وعلى الصعيد كله واسيوط والمنيا. انا كنت لسه بغني من شهر كده في المنيا بفرح، والله كنت اول مره اروح المنيا وحبيت المنيا قوي. والمنيا والله انا اصلا كلها بتعشقك اصلا. طب سمعها حاجه في الاخر بس هسالها الاول. قول لنا ايه رايك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو الحب من اول نظره؟ الراجل بيحب على نفسه على طول من اول نظره، والست بتبقى شويه. هو الموضوع بصراحه 100 100، وانت جيت في ملعبي. الايه؟ انا معايا خطيبي، من اول مره شافني فيها حبني وجيت قدمني على طول. على طول ما شاء الله. طيب وين كمان؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ انا كمان في الاول ما كنتش موافقه بالموضوع ده، بس لما قعدت معاه اكتشفت ان في حاجات كتير حلوه كده لما قعدت معاه، وفعلا كان حب من اول نظره، وانا فرحت له جدا. الحمد لله. طب يعني ايه، هل مثلا كان في يعني هو اول ما شافك مثلا ممكن يكون دراسة مثلا، شافك كذا مرة فشاف تصرفاتك، فأول ما جه يتكلم معاكي عبر عن الحب ده على طول، ولا هو من أول نظرة اللي هو يعني مجرد ما شافك أول مرة في حياته وخلاص حصل الحب؟ لا هو مش من أول، أنا أول مرة قعد معايا هو افتح لي كده وقال أنا حبيتك وجيت اتقدمت لك على طول، هو كانت أول مرة في حياتي كده. أنا كنت عايز أسأل السؤال عشان أوضح الموضوع ده. جريء قلبه. أيوة جامد. طبعا. وبعدها اصلا يعني ايه، انت زي ما بتقول يا شريف كده بتحب على نفسها كتير، والراجل ساعات بيقع في الحب من اول مره. طب انت مثلا ما فكرتيش ان هو لا ده يعني مشاعره كده باينه قوي وفضحته مشاعره على طول، انا كنت عايزه مثلا حد اتقل من كده ما يعترفليش على طول كده؟ لا بسكت ولا بسكت. اصلا ما كانش باين عليه اي حاجه اصلا، ولا كنا والاثر يبانش عليه اصلا، يعني كل حاجه تبان كده ان هو مؤدب ومحترم وانسان خجول كده، بس في الاخر كده طلع تحت السواهي دواهي. والله تحت السواهي دواهي. والله معاك حبيبي. ليه بس كده يا ايه؟ ما ان شاء الله كل حاجه زي الفل. وبعدين انت قلتي قعدتي معاه والحمد لله ارتحتي له والدنيا مشيت، وربنا كده يتمم لكم على خير وتفضل كده كل حاجه زي الفل. ربنا يخليك يا شريف والله.
ربنا يخليكي يا ايه، شرفتينا يا ايه باتصالك، وربنا يتمنك على خير. مره ثانيه كمان. باي باي. في الجواز بقى. باي. في الجواز اه. اتصلوا في لما تتجوز ان شاء الله. ان شاء الله. طيب. احنا نكمل في الموضوع عشان برضو هايا يعني ما لحقتش تتكلم قوي. لا انا مش هتكلم خلاص. قفلتي في الموضوع. هايا ما تزعليش. طب انا هكمل لك. هايا ما تزعليش. هكمل لك الدراسه. خلصت الدراسه. لا ليه انا هكمل لك جزء في الدراسه. لسه معايا دكتوراه. ايه؟ معاه دكتوراه. اه والله. بصوا لا بجد هقول لكم حاجه، هي الفكره كلها ان ليه تم تصنيف الراجل فعلا ان هو ممكن يحب من اول نظره او يبقى عنده حتة الإعجاب أكتر من أول نظرة، لأن الدراسة أثبتت إن الراجل بيحب جدا المنظر الجمالي. أوه. يعني بيتشد للمنظر الجمالي، وطبعا فستان. ده فستان لا هم ما حددوش البرفيوم يعني هنبعت لهم ايميل يعني نعرف التفاصيل دي. يعني الرجاله دايما بيهمها شكل البنت اللي هم معاها. يا جماعه ده مش رجاله، لا انتوا معلش انا واحد من الناس اهو، انا الشكل ده بيبقى يعني مش هو من ضمن النقط، لكن هو مش النقطه الاساسيه. هو من ضمن النقط يا هاي، هو من ضمن النقط لكن مش مش النقطه الاساسيه. لو واحد هيقيم على الشكل بس، الشكل اصلا بيزول مع الوقت، يعني مع مرور الوقت الواحد شكله بيتغير، واحد شكله بيكبر. ايوه لو دي حاجه اللي الرجاله مش قادره تستوعبها. زمان الشكل انت عم تاخدها دلوقتي بقول اهو، مش انت عم تتكلم على الماجوريتي. مين الاكتر؟ الاكتر اللي هم عم بيروحوا للبنات اللي شكلهم حلو، بيهتموا للشكل الخارج الرجاله. دي المشكله بيروش. علشان كده عم بيحصل اصلا مشاكل طلاق كتيره، عشان الواحده مش هتفضل كل يوم حلوه. لا بصي ما ثانيه واحده، ما هو لو راح جمال جمال الروح روح قوم انت بقى خلاص. يلا سلاما. مع السلامه. بصي انا عايز اقول لك حاجه، ان اللي انت بتقوليه ده ممكن يكون وارد في بعض الافراد من الناحيتين، من ناحيه البنت ومن ناحيه الراجل. لكن الراجل ممكن يكون بيقدر الجمال من اول نظره، طبيعي جدا الواحد. طب احنا ليه دايما كبنات واولاد ليه بنلجأ دايما ان احنا نلبس حاجه شيك، حاجه سيمبل، حاجه يبقى عايزين يبقى شكلنا حلو؟ اكيد علشان اللي يجي يشوفنا يحس ان انت مهندم، ان انت شكلك كويس. سواء في شغلنا، في خروج، في اي حته انت بتلجأ لده، فده طبيعي جدا ان الشكل والمظهر مطلوب. اكيد صح. ودي أكيد. كمان من يعني من الوصايا في الدين، ان يعني حسن المظهر والرائحه الطيبه والحاجات دي كلها، فده مفيش عليه اختلاف. لكن يبقى الاختلاف عليه في نقطه واحده بس. ايه هي النقطه اللي هو ده؟ الكاريزما. الكاريزما بس. اعلان، هتحس انه عامل اعلان لبان. انت كبرت الموضوع، انت مكبر الموضوع يا جماعه. والله مكبر الموضوع. لازم تقنعها، وهو الموضوع نسبي ومفيش الكلام ده. انا شايف بصراحه انت ليه مخبي الورق؟ ليه مخبي الورق؟ محدش يغش مني. اتفضل. انا شايف ان الموضوع يا جماعه والله مش كبير للدرجه دي. هو ساعات ممكن الناس تحب من اول نظره. يا بخت من وفر قصين في الحلال. راحوا مع الرايحين. وفي ناس برضو ما حبتش من اول نظره، برضو ما راحوا مع الرايحين. لم يوفقوا وهيروحوا مع الرايحين بعد كده. انا اعرف حد بنوته اعرفها بتحب في الاسبوع 3 مرات من اول نظره. يعني تشوف بني ادم انا حبيته وتروح لمامتها تقول لها انا هو ده بالك. يومين مش يقول لها انا سبت ده، تقول لها ده هو ده على واحد تاني. انا عارفها 3-4 ايام مش يومين. هي بتبقى عامله سكيدجول كده لنفسها. بس بربنا بيكرم بقى، ربنا ولحد دلوقتي عدلنا في قرابيزنا. لا راحت لده ولا عدلنا. ليه محسسني قاعد على قلبك انت؟ انا ما بتكلمش عليك انت يا هيا. ايه ده؟ في ايه؟ قطع لساني يا هيا. والله يا جماعه محسسين انا قاعد على قلبهم، مش فاهمه كلهم عاوزين يخلصوا مني ويجوزوني ليه؟ لا 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 والله انت ما حد مفرفشه لكم الدنيا كده. طيب مفرفشانه. المهم احنا خلاص هنقفل على موضوع الدراسه. يا ريت يعني لينا اللي لينا وعلينا وعلينا اللي علينا. وده يا جماعه من في الاول او في الاخر دي دراسه اتعملت في استراليا وما اتعملتش هنا، يعني مش في عندنا الشرق الاوسط. مش عندنا مش ولا عندنا 24 ساعه سفر استراليا دي. فممكن يكون فيها اختلافات، وزي ما احنا عارفين كده يعني الاذواق بتختلف، وكل حد حسب الشخصيه بتختلف الموضوع. خلاص قفلنا بقى الموضوع ده. نروح بقى يا الموضوع. يا شريف بقى. اقعد بعد اذنك كويس قدامي. طيب يا جماعه نتكلم دلوقتي عن الاحتفال باليوم العالمي للتخلص من الكراكيب. اعتقد اليوم العالمي ده يعني المفروض كان يتعمل علشان كتير مننا جدا. في ناس فعلا ما بتعرفش تعمل اي حاجه في حياتها طول ما في كراكيب حواليها، والعكس صحيح. واحنا بنتناقش في الحلقه دي لقينا ان في من بعض الزملاء يقول لك لا انا ما كنتش بعرف
اذاكر غير لما يكون في كراكيب. انا ما اعرفش اقعد في الاوضه لو حسيت ان كل حاجه مهندمه ومرصوصه في مكانها او كل حاجه، لا احس ان انا في حاجه غلط. لا انا عايز اعيش عادي كده، تبقى الدنيا مش مترتبه قوي ومش كراكيب قوي. ونيجي للدور تاني، الامهات عندك اي برطمان، صلصه، زيتون، ازايز بيبسي، ازايز ميرندا، اي حاجه بقى في النيش ده ويتشال في المطبخ طبعا. بالظبط. ايوه انت هترمي، انا هحتفظ بالحاجات دي. انت عايز ترمي البرطمان اللي فاضي؟ سنتك زرق مستحيل. ولا لما يتكسر، ولا ازازه الخل. ازازه الخل، يعني ازازه الخل دي ملهاش لازمه خالص في الحياه، بس امهاتنا خلت ليها لازمه، واخد بالك؟ ما حضرتش انا موضوع ازازه الخل ده بيحصل فيها ايه بقى؟ يا شريف. طب صفحه السمنه، الغطا بتاع السمنه الصاج ده، ما هو بيتعمل بقى بيسموه مشيطه. ايوه عشان الشياطه. ايوه دي ايه دي؟ بس خلاص الشياطه بقت موجوده. الشياطه دي زي حاجه صفيح او حاجه حديد، أو حاجه معدن عشان او نحاس، بتتحط تحت الحله بتاعت الرز على النار. فتخلي الرز بعد ما بيتعمل او هو بيتعمل ان هو ما يتلسوعش، تحافظ على تدفق الحراري. في وحده معينه للغايه، الوحده المعينه دي ما ظهرتش غير قدام شويه. احنا زمان ما كانش عندنا الوحده المعينه دي. طب احنا كان عندنا كين. ايوه جيبوها ايه؟ فهمت لا خلاص انت فتحتي علبه السمنه. تمام. الغطا بقى بتاعها ده بتاخديه لحد ما يبقى اسود، لونه بيبقى لونه اسود ومصدي ومنيل بنيله. هو بقى ده بقى ممكن تفتكرين ده شوايه سمك ولا حاجه؟ عايزه ام الاختراع. دي الام المصريه، من الام المصريه هايله. حاجه تاني بقى، السطوح، فوق السطوح عندنا يعني دايما تلاقي فوق السطوح كراكيب بس. يعني السطوح ده المفروض يتزرع. يعني كان في معانا مبادرات، فاكر زراعه الطماطم والخيار والخضار على الاسطح فوق السطوح، وجابوا الصور. انا مش عارف امشي بالطياره يا شريف، انا كل ما بطلع بالطياره بشوف السطوح مكركب. اسطح مصر كلها السطوح. السطوح مكركب. ما عندكش سطوح اصلا يا باشا. انت عندك سطوح؟ خلينا كنا لسه بنلم علشان نقفل. يا اخي بقول لك الطياره وبتاع. الطياره بقى تصغرناش. الجاكيت ده مخيل لك شخصيتك النهارده. ايوه. لا بس لا انا الحمد لله ما عنديش الموضوع ده في البيت للاسف. عندي او سي دي فما اقدرش، يعني كل حاجه لازم تكون متصففه زي ما هي، يعني حتى يعني حتى عندي درج الله يرحمها امي دايما كان عندها درج كل حاجه فيه، كل حاجه فيه. انا مش عارفه طالعه عندي ده كل الامهات. أيوه عندك في الدرج. لا بص انا عايز اقول لك حاجه، يعني انا من غير ما هذكر كده التفاصيل قوي، فاهم؟ انا في حتت في البيت ما اعرفش اخشها. يعني ده كمين معمول بيبقى حواجز. ده كمين لازم تنور النور كويس جدا لو انت ناوي تخش. ايوه فاهم. عندي بقى ناس جوه البيت يقدروا في عز الضلمه حاجات دي ما شاء الله. كنغر هنا في لغم، هنا في شنطه فيها هدوم بتاعت شتاء لو احنا في الصيف، هنا في ده حقيقي. لا عارفين طبعا. وتحت السرير. لا تحت السرير ده يا باشا قصه تانية. ده الصيفي بقى، يعني احنا في الشتاء الصيفي بقى مثلا ممكن تلاقي فيه سرير متفكك ومحطوط تحت السرير. طب وشنطه البلاستيك اللي انت مثلا اشتريت حاجات فجات لك في شنطه بلاستيك؟ بص شنطه البلاستيك دي كنز بصراحه. انا خليني اعترف. لا يا اخي بينفعوا. لا يا اخي يا سيدي بينفعوا. انا بقول لك بينفعوا. اشتري من راجل زيك. نسأل ده بينفع. نسأل اساتذه الاو سي دي. خلينا عندك شنطه بلاستيك. بدي اخد ايه. مش عايزه تكلميني؟ لا. الو ازيك يا هيا؟ اهلا. ازيك عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ على فكره اسمك زي بعض. هي مش هي لوحدها اللي في البرنامج. ازيك؟ لا عادي كلميني لان هم مش بيخلوني اصلا اتكلم النهارده. ف اتصالات معايا وسبيشال انك بنت. اي عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو. ايه الكراكيب اللي عندك في البيت؟ بصي يعني انا مع اليوم ده جدا لان انا شخص ما بيستحملش الكراكيب، ما بستحملش الكراكيب لدرجه ان انا ساعات كتير برمي حاجات ممكن الاقي نفسي طلعت محتاجاها بس لمجرد ان انا مش عايزه اشوف كركبه قدامي. فيعني ورق كتير كده ملوش لازمه فاقوم واخد الورق ده على بعضه كده ورميان بغض النظر هو جواه ايه، ممكن في الاخر ما يطلع في ورقه مهمه وانا محتاجاها ضروري واقعد اسبوعين عشان اطلع واحده زيها. بس ما بحتفظش خالص باي لا بصوان ولا كيس ولا اي حاجه، كله برمي. فيعني انا شايفه موضوع الكراكيب ده موضوع مهم لان هو جزء اصيل من ثقافتنا في مصر تقريبا. ايوه بس انت دلوقتي بتقولي لا انت بتتخلصي من الكراكيب دي، هل بيهون عليكي كده مثلا ان انت تتخلصي من شنطه فيها اوراق؟ ما هو ممكن يكون في حاجه مهمه متخليها. يعني ما انا ساعتها ما بقاش بفكر ان في حاجه مهمه، انا بفكر ان انا لو تخلصت من الورق ده هفضي مكان. فالمكان هيبقى مريح لاني اكتر. تفضي حاجات ليه؟ لكراكيب تاني؟ ما هتبقى كراكيب على كراكيب. لا لا
ليه ليه خطيب شكلك بتكركب ليه كده ليه؟ بصراحه لا 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 ايه رايك ايه؟ في ناس حلو. في ناس تحس ان هم برضو في البيت دي من الحاجات اللي انا بشوفها تحس ان هم بيتاجروا في المخدات، يعني تحس ان الدخله محل مخدات، فاهم؟ ممكن تتكعبلي في الارض من كتر المخدات، ومخدات على الكنب، مخدات على كتير كتير. انت من النوع ده ولا لا؟ لا 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 خالص، لا ما عنديش، لا يعني الحاجه على قد الاستخدام. لو انتوا ثلاثه في البيت يبقى كل ثلاثه اليوم ثلاث مخدات والموضوع خلص. يعني بالظبط الحاجه على قد الاستخدام. في حاجات بقى طبعا انا ما قدرتش ايه، يعني ما قدرتش ان انا اتخلص برضه مثلا ايه، وانا بتجوز مامتي مثلا جايبه لي بتاع 25 ملايه كده، فانا مش فاهمه اعمل ايه برضه 25 ملايه. أيوة. يعني هو عدد رهيب، فاللي هم برضه مكركبين فوق في الدولاب. بس دول ممكن ينفعوا يعني مع داخل الجهاز ده يعني ممكن ينفعوا مثلا لو في اوضه ولاد مثلا. بس في حاجات كده بتيجي، يعني في حاجات كده بتيجي بزياده، ففعلا لو انت ما تبقاش بتستخدمها الحاجات بتفضل في الدولاب. بس الصراحه دول مثلا مش هين عليا ان انا عارف تحتاجي تجيبي، مش عايزه تجيبي وتخزني عشان المكان، لما تحتاجي القديم يبوظ تجيبي الجديد. بالظبط كده بالظبط، اللي هو برضو اللي هو 100 كوبايه و200 كيس والحاجات اللي هي دايما بتيجي بزياده دي بتعمل كراكيب جامده جدا في البيت. بس الواحد برضو ما بيقدرش ساعتها يقول لاهله لا ما ينفعش، او مش هقدر اجيب الكميات دي، حاجات كده اللي هو لازم كلنا نعملها، فساعات كتير بنضطر نعملها. صح، انا معاكي جدا في الموضوع ده بصراحه. طيب اي عايز اسالك سؤال. اتفضل. بما انك يعني مرتبه كده ودايما ما عندكيش كراكيب في البيت، ايه اكتر حد لقيتي عنده حاجه من الكراكيب دي اللي هي بهارتك؟ انت ازاي يكون عندك حاجه دي في الكراكيب؟ لا انا بروح عند مامتي بلاقي مثلا في دوز من الدروب كده اللي هو بيتهي فيه كل حاجه، بلاقي مثلا المطاعم الجانك فود المشهوره اللي احنا كلنا بناكل منها، مثلا مطعم برجر المعروف، الاقي المنيو بتاعته مثلا من سنه 98. فطبعا دي مسليه جدا، مسليه جدا. ليه بقى؟ لقيت الاسعار يعني اختلفت تماما، فبقعد بقى افرج ولادي اللي هو شايفين يا جماعه الساندوتش كان بكام وقتها، وانتوا دلوقتي بتدفعوا كام في الوجبه؟ فالحاجات دي هي بتبقى كراكيب، بس بتبقى كراكيب بتضحك بقى، يعني انت بتشوف الدنيا كانت عامله ازاي من 15 20 سنه ما كانش اكتر. فدي بتبقى حاجات بتضحك. وانا على فكره عندي كراكيب كتير في البيت، لان انا عندي اطفال صغيرين فهو بيكركبوا. ربنا يكون في عونك. بس انا طول الوقت بحاول بس ان انا ايه، يعني اقول لنفسي ان الحاجه دي لو انا مش عايزاها يا اما اوزعها يا اما ارميها، لو حاجه ينفع تتوزع اوزعها لان حد تاني يستفيد منها، او لو خلاص ملهاش لازمه ان انا ارميها يعني. بس طبعا ده مش معناه ان البيت منظم مفيهوش كراكيب، بس على قد ما اقدر يعني لو حاجه مش مهمه ان انا احتفظ بيها مش بحتفظ بيها. وده يعني على فكره في جزء كويس، لان ده بيخليك ان انت بتطلع كل شويه من حاجتك لناس ثانيه ممكن تكون محتاجه، يعني محتاجه ده اكتر يعني. طب ايه معلش يعني بصي، انا برضو انت اتكلمتي من شويه عن الفواتير والحاجات دي كلها، لو انت عندك فعلا الحته دي اصلا ملفته شويه، لان انا يعني شخص ممكن اكون عندي حته الفواتير دي شويه. لو عندك فواتير قديمه شايفه ازاي تقدري تتخلصي منها؟ هل هتقعدي تفرزيهم ولا يبقى قلبك جريء بقى وتقولي لا انا خلاص ده ورق قديم مش عايزاه؟ لا لا برمي على طول. لا لا احتفظ الفواتير ليه؟ بدون ما انا مش محتاجاها بحتفظ، برمي على طول. على طول ما انا مش يعني حصل لكيش مشكله؟ طيب بعد ما رميتي الفواتير دي لقيتي ان في حاجه كانت مهمه جدا محتاجاها؟ لا ما كانتش فواتير، بس كان ورق، يعني كان ورق انا حاجه المفروض بخلصها في بنك، فكان المفروض اطلع ورق معين، والورق ده قعدت الف عليه فتره لحد ما طلعته يعني. وكنت شايلاه، بس الظاهر جه عليه ورق تاني ما كنتش انا اللي حطاه. بقى ورق كتير قدامي فرميته كله، فمن هنا بقى حصلت لي مشكله ان انا اضطريت بقى اعمل نفس اللفه اللي اخذت مني اسبوعين عشان اطلع الورق ده، اضطريت ان انا اعملها تاني لما رميته. بس بصراحه من ناحيه الفواتير ما كانش عندي مشكله. يعني خدي بالك يا ايه، واحنا مبسوطين جدا انك شرفتينا باتصالك الجميل. لا بقيت ابص الورق قبل ما الايه؟ بتعلم وبقيت ببص في الورق قبل ما بالظبط. يعني ما انا بقول لك دي المشكله اللي انا بواجهها، ففعلا بقى ممكن يكون مجهد شويه، لكن علشان الواحد ما يخشش في مراحل اللي هو الروتين ان هو يقدر يخرج ورقه تاني والوقت والحاجات دي كلها. بالظبط. شكرا ليك يا ايه، شرفتينا. ميرسي يا ايه، ميرسي. بس على فكره يا جماعه الكراكيب طلعت فيه حاجات مفيده ممكن تعرفك على شخصيتك. يعني مثلا لو انت مثلا عندك كراكيب وهم كبير من اللبس والاكسسوارات وكده، ده دليل ان انت حد ناجح وشايف المظهر ده حاجه جيده، وعندك بقى بتستثمر في مظهرك.
واخد بالك ازاي؟ ولو انت شايف مثلا ان كراكيبك دي عباره عن فواتير وعباره عن مثلا انت بتحتفظ بورق قديم مش شايف ان هو ليه اهميه بس محتفظ بيه والكلام ده كله، ده انت ممكن تكون مثلا انت من صفات المدير الناجح برضو ان هو يكون محتفظ باوراق ليها لازمه وما لهاش لازمه، ممكن يحتاج الاوراق دي في وقت معين او حاجه. حته المدير الناجح دي لو انت بتحتفظ بكراكيبك شويه في الصاله، ده علماء النفس قالوا ان انت يعني لو عارف تفصل فانت كده لا ده انت يعني قادر عندك قدره انك تقدر تفصل، ودي اهم حاجه من صفات المدير ان هو يقدر في الصاله يعني يبقى في الصاله انك راكبك معاك في الصاله، فده دليل انك مدير ناجح. فشوف بقى لو انت مش عامل ده في البيت يبقى انت مش مدير ناجح. وانا كمان بيقولوا اخيرا بقى لو المطبخ هو مكانك السري لتجميع كراكيبك فاعرف انك بتحب المشاركه والاهتمام جدا، وانه اولوياتك اسرتك واصحابك، وانه بتحب التواصل جدا معهم. طب انا هل حب كراكيبك في المطبخ هل الدراسه ما قالتش لو انا محتفظ بكراكيبي في الشقه كلها ده يدل على ايه؟ عبقري. هو السؤال عبقري بس معرفش الدراسه جابته ولا لا. خليها عبقري بقى مشيها يعني. ماشي كتتعدي. مشيها عبقري. كتتعدي. ما هو قال لك لو انت بتحتفظ بالصاله يبقى مدير. انت مدير ناجح. لو حاجات الاكسسوارات واللبس ومش عارف ايه فانت راجل بتحب النزاهه والشياكه. فانت في كل حاجه عندك كراكيب، يعني الاكسسوارات عندك كراكيب، الصاله عندك كراكيب، مطبخك عندك كراكيبك. تبقى يعني شخص مهمل بقى يا شريف في الاخر. انت كده هيطلق عليك ان انت شخص كده عبقري، ما انت كده واخد امتياز في كل ركن من الاركان. لا ده يعني ده جانب من الدراسه، لكن الدراسه عامه بتقول ان الكراكيب دي حاجه مش حلوه. طيب شكرا يا احمد. قولي يا هوي عايز تقولي ايه؟ عايز انت ايه؟ انا ايه؟ مكركب؟ انا مكركب؟ بصي هقول لك حاجه، موضوع الكركبة عندي بي بي بينقسم، سبحان الله كل حاجه عندي فيها قصه. الكراكيب عندي لو انا قاعد في البيت ما اقدرش اشوف كركبه، لكن ممكن لو انا مع زي ما احنا عارفين الظروف حاجتك مش بيتك الحاجه بتاعتك. ما انا جاي لك اهو، ما انا جاي لك جاي لك والله والله جاي لك. ممكن اكركب حاجتي، هدومي، دولابي، علشان مثلا البس عشان ما اتاخرش، عشان انا بحب جدا اروح في مواعيد التزام شويه، فانا باجي على حساب الحاجات دي لغايه ما ارجع. يا بقى مثلا الاقي حد في البيت ساعدني في الموضوع ده، يا الا لما بحس ان الدنيا بدات خلاص انا بدات اقعد مثلا في يوم اجازه مش هقدر اشوف الكركبه دي، لازم هعملها كلها عاصفه من الكراكيب. لا لازم هعملها كلها، لكن طول ما انا مش قاعد وفي حركه ومش قاعد قدام الكركبه دي لا يعني بتغاضى عنها، لكن مجرد ما بقعد وبكون في وشي في وشها ما استحملش، ما اقدرش اقعد في المكان. فهي بتركيبه غريبه ومعلش يعني استحملوني انا اسف. اهرا على ايه يا شريف؟ احنا مش ساعتين في اليوم. رايك شكرا 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 اتغيرت قوي بس تمام. انت مكركب؟ انا لا انا نفسيا مش مكركب، لكن انا مكركب في البيت. طفل، تحس انت كده مربيه طفل صغير كده، حاجاته في كل حته، الجزم في كل حته. يعني انا كمان لما بخش البيت مش مثلا بقلع الهدوم، ده انا بتقلع من الهدوم وبسيبها مكانها، عارف انت الجو ده؟ ما شاء الله كده يعني الله. فهتلاقي الدنيا كلها لا محتاجين لازم يكون حد ورايا كده عمال يشيل بقى الحاجات. كان الله في العون. والله ليهم مش ليك. طيب يا جماعه، يعني احنا كنا بنتكلم معاكم في الفقره دي عن اليوم العالمي للتخلص من الكراكيب، وزي ما احنا عارفين في ناس فعلا بتحب تعيش مع الكركبه بتاعتها وبترتاح نفسيا كده، وفي ناس عندها كذا بنقول الاو سي دي ما بيستحملوش خالص ان هم يقعدوا في وسط كركبه. فهي طبعا زي ما احنا عارفين ان الناس اذواق والناس كل واحد حسب راحته النفسيه. كده هتكون خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل نرجع بقى كده مع فقره فنيه، هيكون معانا السيناريست والمخرج محمود زهران، خليكم معانا. من كام يوم كده نزل الفيلم الجميل قمر 14. قمر 14 هو فيلم كده بيضم كوكبه من نجوم الفنان الكبير خالد النبوي، الفنانه شيرين رضا، الفنان احمد مالك، والفنانه غاده عادل، وغيرهم كتير من النجوم. الفيلم فيه قصص، حوالي 5 قصص موجودين في الفيلم مختلفين، واللي كمان مخلي القصص دي يعني مميزه ان انت طول الوقت يعني هم مربوطين ومش مربوطين، في حاجه كده في القصه في الفيلم. معانا النهارده ومنورنا مؤلف الفيلم والسيناريست الجميل والكبير، هو متعدد المواهب بس هو مش عايز يظهر كل المواهب دي. تمام. معانا النهارده استاذ محمود زهران، مؤلف الفيلم وكاتب السيناريست. عامل ايه يا محمود؟ الحمد لله. بص يا نهار ابيض يا جماعه، الراجل ده والله مش كده، ده طاغي.
ازيك يا محمود؟ الحمد لله. احنا هنلتزم ونقول ان انت فنان سيناريست فقط ومش هنقول بقيه الحاجات الثانيه بناء على يعني مش هنقول سكتك في الاخراج كانت ايه مش هنقول خالص مش هنقول ومش هنقول اسم برنامج كذا وفيلم كذا ساعدت فيه مش هنقول لا ماشي خلاص اتفقنا. اهلا وسهلا اهلا بيكي نورنا النهارده ربنا يخليك. اول حاجه بنحب نقول لك الف مبروك على الفيلم العالم كلها عم تحكي عنه الحمد لله. وطبعا لانه طلع هو بالجونه ناس حضروه وفنانين كبار كمان حضروه كلهم قالوا قد ايه الفيلم كانت فكرته غير اشتقنا وحشنا الحاجات زي دي. ممكن تقولنا الفكره جات لك ازاي؟ فكره الفيلم جات لي من الحياه اللي احنا عايشينها من طول الوقت بشوف الناس بتتدخل زياده شويه في حياه الناس التانيه من غير داعي فكنت عايز اقول ده بشكل بسيط واحاول اوصل للناس دي قد ايه انت بتبقى مضايق الناس التانيه بتدخلك. بس كان دي الفكره يعني بتاعت الفيلم. تخيل ده المدخل يعني ده حاجه مهمه جدا يعني مثلا مضايقنا كلنا فعلا ان انت ممكن تتدخل في حياه حد غيرك مجرد ان هو بس مختلف معاك في فكرك. بس انا بشوف العالم دلوقتي يعني دخلنا في حته تانية خالص بس بشوف الناس دلوقتي بقت لانه صارت تشير كل القصص تبعونها على السوشيال ميديا فعشان هيك صار يحسوا انه لا الموضوع عادي الناس تتدخل فالموضوع طبعا. فتح طبعا السوشيال ميديا ليها عامل كبير جدا في الموضوع ان الناس كمان ما بقتش العلاقه مباشره يعني بقت بتدخل جدا 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 في حياتك بس انا حاسس ان انا ورا شاشه فممكن يبقى ده مش سلوكي الحقيقي يعني ممكن يبقى شخص يدخل يشتم حد جدا ويهاجم حاجة جدا مع انه ولا قول الشخص ده مش هيعمل كده خالص بس هو فكرة الـ 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 المسافة الوهمية دي ما هو قادر يقرب وهو مش قريب ولا حاجة. ايوه بالظبط يعني زي ما كل ما تشتغل انفس بقى بيعملوا من وراء الشاشة دي علشان يقول رأيه. طيب دلوقتي احنا في كذا قصة كابلز احنا طبعا مش بنحرق اي حاجة لكن اكيد في قصة منهم قريبة لقلبك واكيد في قصة كانت تأثر عليك نفسيا او ليها تأثير. احنا عارفين اي مؤلف وهو بيكتب لازم يبقى في باب كده بيخبط عليه هياخد منه شوية حاجات تفيده في كتابته يعني كانت اكتر لاين فيهم كان متعب جدا بالنسبة لي وانا بكتبه كان اللاين اللي عمله احمد حاتم واسماء ابو اليزيد في الفيلم تمام ان هما المنطقة اللي فيها الصراع بتاعهم منطقة شائكة جدا يعني خليني انا اللي احرق لك شوية حاجتك بقى وانت حاجتي وصري بيها انت وزاد نفسك واحنا ملناش دعوة. هما الصراع بتاعهم ليه علاقة بالدين واحنا عندنا الموضوع في المجتمعات العربية ما بيوصل للدين بيبقى الموضوع خلاص في نهايات حتميه فده كان مؤثر عليا جدا ان كان نفسي اتنبأ للقصص دي بمستقبل احلى بس عشان يبقى متناسب مع الواقع ما قدرتش اعمل غير كده فدي كانت اكتر قصه ارهقتني نفسيا وانا بكتبها. طب هل هو علشان متناسب مع الواقع ولا ممكن تتجنب يعني سامحني انا بخش معاك في حته ولا تتجنب النقد او الهجوم او اي حاجه من النوع ده؟ بالعكس انا لو كنت عملت غير كده كنت هبقى خايف من النقد والهجوم. انا كانت فكرتي من القصه دي قلت تتجنبه خالص لا ما اتجنب ايه النقد او الهجوم على الفكره والتنفيذ او كده. بالعكس انا كنت عندي فكرة منتملها جدا طول ما انا بكتب الموضوع ان احنا مفيش حاجة بتقدر تميز البني ادمين صح طول ما هو بني ادم قدامك انت اللي بتختار تميز نفسك بحاجة معينة بحاجة بتقول ده مسيحي وده مسلم بس في الحقيقة لا هم البني ادمين مستحيل تعرف ده ايه وده ايه غير لو انت اللي عايز تعرف او سألته هيقول لك. فانا كان هدفي من الحكاية كمان ان احنا نحكي الحكاية زي ما بتحصل بالظبط بس من غير ما اقول مين ديانته ايه وهو ده كان اللي شاغلني اكتر وكان حاطط على عبء كبير وانا بكتب ان انت لازم لا شوقتنا كتير ربنا يخليك شوقتني قوي عم احكي مع احمد
دلوقتي يقول احمد من النبي مازال لي شويه على القصه يعني اللي حصل. لا ان شاء الله كلنا راح نروح نحضره يا رب. طيب هكلمك وقت اقول لك ايه رايي. مستني رايك جدا. طيب زهران عايز بس اعرف منك حاجه, اللي مش بس هي القصه بتاعت القبل اللي هم مختلفين الديانه هي دي بس القصه اللي عليها كلام او ممكن يكون عليها كلام, برضو انت خليت قبل تاني في ما بينهم فرق في السن كبير وبيحبوا بعض, في قابل تاني عندهم مشاكل مثلا اجتماعيه ان ابو البنت مش هيقدر يتجوز ده عشان انت مامتك, يعني الكلام ده كله شائك وناس كتير شايفه ان ده خطوط حمراء ما ينفعش اتكلم فيه, فانت ازاي جالك الجرأه ان انت تكتب ده او تعرض ده على مخرج زي استاذ هادي او مثلا تفكر فيه معاه؟ هو كان ده الموضوع بالظبط, ان هو قصة الحب بتبقى حاجة ما بين طرفين, الطرف الثالث ما بقاش ليه مكان قوي, اللي هو بيتكلم بقى يعني اللي هو اللي شايف ان ده غلط. بالظبط. حاولت اعرض كل النماذج اللي معظم المجتمع متفقين ان هي شكلها غريب او شكلها مختلف, علشان عايز اوصل لك في الاخر ان مالكش دعوه, هو كل واحد اضرب حياته يعمل فيها اللي هو عايزه يعني, وكل الحاجات اللي انت بتفكر فيها واللي انت شايفها هو كمان عارفها لانه عاقل زيه زيك ويقدر ياخد قراره. فكنت حابب ان انا ادخل جوه التفاصيل دي, يعني لو احنا شايفين ان العلاقه دي غريبه تعال ادخل جوه العلاقه شوف هي غريبه ولا لا, يمكن هم بيحبوا بعض اكتر من ناس تانية بالنسبه لك العلاقه بتاعتهم طبيعيه. طيب هو الفيلم من اخراج المخرج عادل بابوري المخرج برضو عندنا احنا مخرج برضو بابوري دايما بنناديه من اول ما بلش في البرنامج بنقول له استاذ بابوري واللي بابوري. كان اول تعاون ليك معه؟ لا هادي عندنا فيلم تاني مع بعض ان شاء الله يخرج قريب ان شاء الله, عامله معاه كمؤلف, وقبل كده كنت اشتغل مع هادي مخرج منفذ معظم افلامه. بلش يطلع بلش يطلع المواهب. شفت احنا بقى هي سألت السؤال من حتى لازم احنا عايزينها منك. طب قول لنا على شغلك, كان كان عامل ايه؟ هادي من الطف البني ادمين عموما ومخرج شاطر جدا جدا, بستمتع قوي بالشغل مع هادي لدرجه ان انا عايز اقول لك مثلا وانا مخرج منفذ كنت بشتغل مع اكتر من حد, بعد ما اشتغلت مع هادي ما بقتش قادر اشتغل مع حد تاني يعني. الله. وصلنا للدرجه دي. ووقت ما بدات اكتب كان اول حد كنت مهتم ان انا اروح له ان هو يقرا ويقول لي رايه, مش ان هو كمان يخرج, كان هادي. اكيد. ففاجئني ان هو عاجبه الحاجات اللي بكتبها وعملنا مع بعض فيلم والتاني, ويا رب نفضل دايما يعني ان شاء الله يا رب. يعني تحية للمخرج الكبير طبعا, هادي البابوري على كل اعماله. ده احمد؟ ده كريم فهمي. احمد حاتم اللي على الشمال كده صح؟ لا ده كريم فهمي وياسمين الرئيس. انا النظر عندي مش شايفه بعيد قوي. تمام, ممكن الصور ما تكونش بتبقى واضحه لنا قوي احنا على الهوا, فده يعني معاكي عذرك ما تقلقيش. لا ودي صوره كانت في عربيه سفاري ضلمه بالليل. فيعني احنا طبعا حابين من خلال اسره تايم بوكس طبعا نوجه لك التحيه ولكل صناع العمل وطبعا الاستاذ هادي البابوري يعني على العمل ده, وان شاء الله العمل القريب التاني يطلع للنور. خليني دلوقتي اتكلم معاك عن مهرجان الجونه. في طبعا الاونه الاخيره مهرجان الجونه طبعا بيصنف من اهم المهرجانات اللي بيتعرض فيه الافلام, وفيلم قمر 14 طبعا اتعرض فيه. قول لي جمله ممكن تكون او كذا جمله ممكن تكون سمعتها من نجوم عن الفيلم. والله كل اللي كانوا في العرض قالوا كلام كويس جدا على الفيلم, بسطوني جدا بارائهم يعني. بس مش فاكر تامر حبيب اكتر حد طبعًا يعني طبعا السيناريست المعروف طبعا. انا يعني بعد العرض ما خلص كان عندي اتنين كانوا مهم جدا ان اسمع رايهم, لان هم ما بيعرفوش يجاملوا وبيبان عليهم جدا. هم مازن متجول مدير تصوير طبعًا. الفيلم التاني اللي بعمله انا وهادي وتامر حبيب. ففاكر كويس قوي تامر الطريقه اللي هو شكر بيها في الفيلم, وده كان اكتر واحد اثر فيا في الحقيقه في مهرجان الجونه. حلو قوي. ما دام فتحنا البواب القديمه نقول انه انت اخرجت في افلام ومسلسلات كسر الدنيا الحمد لله. ليه قررت تترك الاخراج وتروح للتاليف؟
يعني بحب التاليف اكتر. بص والله يعني السؤال مش من عندي، السؤال من حاسه عارف بيجاوبني وبرد عليا كده اللي ايه السؤال ده. لا يعني حبيت فكره التاليف اكتر من الاخراج. بس ده مش هتقول لنا اي حاجه ثانيه، مش هتقول لنا ايه اللي حصل. لا مفيش حاجه حصلت، بس مستحيل. مستحيل ايه؟ مش مصدقه. ليه؟ في حاجه حصلت؟ لا خالص والله مش مصدقه. راحه نفسيه؟ مش عارفه. يعني راحتك النفسيه انك جربت ده وجربت ده وارتحت اكتر في ارتحت اكتر طبعا. انا بغششك ازاي؟ وان انت بص انت معانا ولا معاك؟ استني هتيجي الاجابه والله هتيجي. بص يعني بص يعني بص الاجابه جايه اهي. يعني اعتقد ان انا ممكن اخرج افلام بطريقه سينما المؤلف، اللي هو تبقى الفيلم كل الحاجات خارجة من عندي يعني. من خلال ان انت بتألف او بتكتب انت ليك رؤية اخراجية محطوطة على الورق عايزة تتنفذ بالمنظر ده. بالظبط. ده اللي المقصود. هو الموضوع بس ان انت توصل الفكرة اللي جواك للناس. فانت ده بيبقى متاح اكتر من خلال الكتابة مش من خلال الاخراج. ايوه بالظبط. ان برضو اكيد المؤلف بيبقى ليه رؤية وهو اللي راسم الشخصيات. البداية. راسم الشخصية وشايف ان الشخصية دي بملابسها بطريقتها بتصرفاتها بكمان زاويات الكاميرا بالقطعات. انت متخيل زاويه كاميرا وقطعات ده الـ بيبقى المخرج. هو يعني بص انت كمؤلف بتبقى شايف صوره وانت بتكتب. بالظبط. ما ده اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. بس في مخرج بيفاجئك ان هو شايف صوره تانية موصله اللي انت عايزه يمكن احسن من انت ما شفته. هنقول تمام برضه. ده اللي حصل مع هادي الباجوري. ان انا في حاجات في قمر 14 كان خيالي بعيد سنة عن اللي هادي عمله. بس في الاخر هو ده بالظبط اللي انا عايز اقوله. يعني وصل رؤيتك، وصل الكرياتة اللي انت عملتها. بالظبط. يعني هو استخدم ادواته كويس جدا في ان هو ينقل احساسك من القصة. ساعدك انك تعزز الحالة اكتر طبعًا. وتبين شغلك اكتر طبعا. طيب زهران بص هنرجع بقى شويه لورا، يعني في نجاحات ورا فين تاني؟ في نجاحات ما شاء الله، وقمر 14 واللي جاي كمان نجاحات كبيره. يعني اول ما اشتغلت مساعد مخرج كنت مع الاستاذ العظيم يوسف شاهين. حقيقي. يعني دي قصه، هل هي مرعبه ولا هل هي أكيد طبعا قصه مثمره اكيد وخبره عظيمه، فبالنسبه لك انت القصه دي كانت عامله ازاي وانت كنت اكيد اصغر من كده ولسه اصغر قوي فريعان الكرياتا لسه؟ لا كنت صغير قوي، فالموضوع كان بالنسبه لي ساعتها عادي مفيش حاجه يعني. لحد ما والله كان عندي 16 سنه ولا 16 سنه تقريبا في اول فيلم كنت بشتغله مع شاهين، فكان بالنسبه لي عادي يعني مفيش حاجه. بعدين لما كبرت شويه بدات افهم انها حاجه كبيره وانها حاجه مهمه. بص يا زهران انت مش كنت صغير بس، يعني صغير انت كنت شكلك في لماضه، شكلك عارف انت في يعني انت واقف قدام الاستاذ بيكلمك في حاجه. هو اللي يقولها، هو المسؤول عنها، ملناش دعوه. لا يعني من وانا صغير جدا وانا عندي فكره ان انا لو عايز اقول حاجه بقولها، ف ما عنديش فكرة ان انا ببقى خايف ان رأيي يبقى غلط. ما يبقى غلط عادي اقوله. هو مع اختيار الوقت المناسب انك تقول اللي انت عايزه ده، اعتقد المخرجين بيحبوه جدا. بالظبط. لان فعلا فعلا بتكون دي وظيفتك ساعتها كمساعد مخرج، انك في نقط ممكن تقع مع ضغط العمل واللوكيشن والسرعة وحجم الانتاج، ويلا النهاردة يوم عايزين نلحق الشمس، التفاصيل كلنا اللي احنا عارفينها دي. طبعا في حاجات صغيره كده مساعد المخرج لو لما بيجي يقول لك خلاص، المخرج يقول لك ده من اعمده النجاح بالنسبه لي، ان هو بياخد باله من كذا او بيسيب لك مثلا تولي حته مثلا راكور الكلام، راكور الحركه، راكور الملابس وهكذا. طبعا. فدي بتكون مفيده. بس لما تلاقي بقى حد بيقدر يسمع زي الاستاذ ده اللي بيبقى اهم يعني. بالظبط. انت ممكن يبقى كلامك كمان مش واضح قوي. هو محتاج يعمل معاك مجهود علشان يفهم انت عايز تقول ايه. فهو ده اللي خلى الاستاذ يوسف شاهين بالحجم ده بالنسبه لنا كلنا، ان هو قدر يسمعنا وقدر يطلع منه. اتعلمت ايه منه؟ اتعلمت ايه من يوسف؟ اتعلمت ايه؟ شوف في حاجه مثلا ما بتنساهاش دلك عليها، اعطاك نصايح، في طريقه معينه بشغله صرت انت تعملها؟ لا اكتر حاجه اتعلمتها منه ان هو بيسمع. دايما بيسمع للاخر ويفهم الكلام كويس قوي وبعدين يرد.
بس دي من اهم الحاجات يعني. بس ده من الحاجات عموما غير اللي متصدر لنا عن الاستاذ العظيم يوسف شاهين. يعني اللي متصدر لنا عن يوسف شاهين ان هو عصبي مثلا، ان هو ديكتاتور مثلا في شغله والكلام ده، حازم جدا. اتكلمنا عن شخصيته في السات. لا هو بس خد بالك ان انا اشتغلت مع شاهين اخر فيلم لشاهين، كان شاهين برضو كبر في السن، ف معرفش هل اللي بيتحكي عنه ده انا ما شفتوش، بس معرفش هل هو مش حقيقي خالص ولا انا اللي ما لحقتوش يعني. طبيعة العمل بتختلف برضو يعني، كان بخبرتك طبيعة العمل تختلف انه يكون مشدود او لا. انا اشتغلت معاه فيلم كان صعب جدا، هي فوضى، كان فيلم طبعا مرهق جدا جدا، فيلم حساس جدا كمان. ومع ذلك هو من اهدى المخرجين اللي اشتغلت معهم تقريبا. يعني لا هو واثق في كل حاجة هو بيعملها وعارف كويس قوي هو بيعمل ايه، صعب جدا ان هو يتعصب. حلو. طيب ننتقل ونرجع تاني. بص احنا رايحين راجعين يعني، خطيب متخصص الرجوع، انا متخصص ان انا هطلع خليك عشان ما نخبطش في الحيطه بقى واحنا بنرجع. معلش قلشه يعني بس حلوه. عديها يعني. طيب نرجع طبعا للاستاذ هادي البابوري. انتوا اشتغلتوا فعلا في اعمال كتير جدا، انت اشتغلت معاه ممكن يكون كسيناريست، واشتغلت معاه كمان تقريبا كمساعد اخراج. طبعا اكيد الناحيه دي اتعلمت حاجات والناحيه دي اتعلمت حاجات تانية. ايه اهم الحاجات اللي اتعلمتها من الاستاذ الكبير طبعا هادي الباجوري؟ هدوءه. هادي يعني من اهدى الشخصيات. اشتغلت معاه وعارف، فانا انا عارف، بس انا بس اكيد برضو شغلي معاه هيختلف عن شغل، ان انت برضو الموضوع عامل زي المعمل قوي. طبعا مقفول عليكوا جدا وبتطلعوا تفاصيل كتير ولقاء كتير، فانا دي حاجه انا عندي شغف اني اعرفها شخصيا مع الساده المشاهدين. بص هو هادي طبعا عنده نفس الميزه بتاعت الاستاذ يوسف شاهين اللي انا كنا بنتكلم عليها، ان هو شخص بيسمع جدا، بيسمع كمان من كل الناس اللي حواليه، مش شرط بيسمع منك في الحته اللي انت بتعملها، لا هو بيسمع من كل الناس عموما. صح. بيفكر كويس قوي في الحاجات، مش سريع خالص ان هو ياخد قرار. انا قبل ما اعرف هادي يمكن كان عندي فكره ان انا شوية سريع لدرجة متهور. هادي علمني لا، اللي هو مش لازم ترد حالا، ممكن تاخد وقت اكتر تفكر وبعدين ترد بالشكل اللي هو حاضر، اللي هو ادوني فرصة انا هعرف. هو من الحاجات اللي هادي على طول بيقولها سيبوني افكر، فده وقته الطبيعي. ده طبعا بجانب هادي بقى الباجوري المخرج الشاطر جدا، اللي انت طول الوقت بتتعلم من خبرته الكبيرة في الصناعة نفسها. ازاي بيذاكر هادي؟ من الناس اللي مش مذاكرته مش طبيعية يعني. هادي لو دخلت عنده المكتب هتلاقي حاجات كتير قوي متلزقة على حطان، صور مش عارف ايه، مذاكر كل مشهد لوحده، وبيكتب الديسكريبشن بلون والديالوج بلون، عنده يعني طقوس كده في المذاكره. ده مش حلو التنظيم. طبعا ده مش بيجهدك كمؤلف. لا خالص. بالعكس بيريحك. بالعكس ده انا لان هو انا بسحب اجابات والله. صدقني انا بسحب اجابات والله. لا هادي بيلجأ للمنطق دايما يعني. لما بيبقى في حاجه هو مش حاسسها في الورق فبيبدا نتناقش فيها كتير جدا، لدرجه ان احنا في الاخر لما بنطلع براي ما بنبقاش عارفين ده راي مين، من كتر ما احنا ما خلاص دوبنا كل الحاجات للوصول ان احنا نصدق اللي احنا بنعمله في الاخر. فلا هادي مش متعب خالص. طب زوز هنرجع تاني. انت فلاش باك بس. انا اسئلتي كلها فلاش باك. مش هينفع تكون معانا وما نتكلمش عن هبتة يعني. عايزك تكلمني عن كواليس هبتة، عن برضو الشغل كان طالع ازاي، والتجربة بتاعت هبتة برضو كانت مختلفة كقصة وصورة اللي احنا شفناها، ويعني الفيلم كله كان حالة برضو عملت ضجة في الوقت ده. ده فيلم انا بحبه جدا، كل اللي كانوا بيشتغلوا في الفيلم ده كانوا بيحبوا الفيلم من الاول خالص. اشتغلنا فيه بسرعة جبارة عن اللي المفروض يحصل. كانت كل الحاجات بتحصل معنا في الفيلم فيها نوع من انواع التسهيل بتاعت ربنا كده يعني. هو ربنا مسهل. الفتو حلوة. هو ماشي. لا وبعدين اللي هو ايه، احلام هادي بتتحقق وهي مستحيلة ساعات يعني. هادي انا والله عايز اصور في المستشفى دي
فدي مستشفى القدر المسلحة حضرتك ما ينفعش حد يصور فيها. فقدرنا ان احنا نصور فيها وكانت اول واخر مرة يتصور في المستشفى دي. كل حاجة هو بيفكر فيها فجأة بنلاقي لها حلول. الفيلم اتعمل بسرعة جدا, ما كناش متخيلين النجاح الكبير اللي وصله الفيلم, كنا مبسوطين جدا بيه يعني. الحمد لله. الحمد لله. طب انت عارف ان كل الناس فاكره قمر 14 جزء تاني. ليه اللخبطه دي؟ ليه الهته؟ عشان هو فيلم بيحمل الطابع الرومانس يعني. وهبته كان رومانس والمخرج هادي البجوري. انت حبيب بقى. لا ما هبته مش انا الحبيب هنا في البرنامج, فلو سمحت ما تاخدليش مكاني. لا ما اقدرش. فبس يمكن الخلطه حصل هنا, بس هو فعلا هادي بيعمل الجزء الثاني من هبته, فهادي مستحيل يبقى عمل فيلم مرتين يعني. لا هو عمر 14 مختلف تماما عن هبته, حتى في الجونر نفسه مش هو يعني. هبته هو فيلم رومانس تماما, قمر 14 فيلم دراما اكتر من رومانس يعني. هو بيتكلم عن المجتمع والبتاع اكتر من ان هو علاقات حب يعني. طيب بص يا محمود, يعني الوقت معاك بيجري وانا عايز اعرف منك اكتر حاجه. انت يعني بالنسبه للسينما او لصناع الدراما او السينما, ان انت دلوقتي فنان شامل, شاركت في الاخراج كمساعد مخرج كمخرج منافس, ودلوقتي كمان في التاليف, واثبتت نجاحك في كل الحاجات دي. يا جماعه يا شريف, بس عايز اوضح حاجه بس للساده المشاهدين يا جماعه. محمود زهران مش هو ده راجل موهوب بدرجه, مش عشان بالزبط. هو قاعد ومش عشان ده حقيقي, هو موهوب كمؤلف وكسيناريست وكمساعد مخرج وكمخرج منفذ وكمخرج وحاجات كتير يعني هو بالزبط. مش اللي هو قاعد ده صدقني. لا, مش بالهدوء ده يا جماعه. فانا كل اللي بحاول ان انا اقوله بجانب طبعا كلام زميلي طبعا خطيب وهاي, ان احنا عايز اعرف منك اكتر ايه اللي نفسك بتطمح انك توصل له, ايه اللي انت عايز تحققه من خلال الكتابة الدرامية سواء في السينما او في الدراما. ده سؤال بقى. بص يعني خطيب رجع بينا ورا, انا بقى طالع قدام قوي الحاجة لسه. ايه اكتر حاجة انت عايز فعلا تحققها؟ بص انا بحب السينما بشكل عام يعني, بحب كل الالعاب السينمائيه يعني, نفسي اعمل كل حاجه جوه يعني. بحب فكره اما تيجي تتفرج على بايوجرافي بتاعت حد من المخرجين الكبار بره, تلاقي ان هو مش بس بيخرج, هتلاقيه مره بيخرج مره بيالف مره متعدد المواهب. حاجه ليها علاقه بالانتاج, مره مش عارف ايه. دي بالنسبه لي الصناعه يعني, ان هو كل الاماكن تقدر تأدي فيها حاجه مختلفه لو انت بتحب الحكايه بجد. حلو قوي محمود, تشرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك, ونتمنى لك يعني مزيد من التوفيق, وتحيه ليك وكل صناع العمل طبعا, الاستاذ هادي البابوري, وان شاء الله الفيلم يعني يكسر الدنيا وعبال كل الاعمال اللي جايه. شرفتنا في ان بوكس, شرفنا وشرفت معانا. الف مبروك على الفيلم, وان شاء الله كمان بنشوف افلام تانية ومسلسلات تانية يعني من شغلك, ويا رب بالتوفيق يعني. الله يبارك, كل التوفيق لك. استني رايك. اكيد. هقول ايه بعدما قيل كل الكلام. ميرسي ليك يا زوز, وشرفتنا ونورتنا, وعقبال افلام كتير ناجحه زي هبته وقمر 14 وكتير من الاعمال. ربنا يخليك, اشكرك. شكرا ليك يا محمود, شكرا ليك يا خطيب, شكرا ليك يا هاي, شكرا لحضراتكم على متابعتنا, ويا رب يكون دايما عند حسن ظنكم. كده هتكون خلصت حلقتنا النهارده, نشوفكم بكره في نفس الميعاد الساعه 6:30 برنامج ان بوكس على صدى البلد 2. سلام.